وبريطانيا محتاجة لحل سريع لعملية الإنقاذ. على المستوى الجانبي تمت بعض المناقشات الجانبية في الاجتماع، تطرقت لبعض المشكلات زي إيه؟ رجال الأعمال، لأن حزب المحافظين أغلبه رجال الأعمال، بلغوا بعض أصدقائهم في الحكومة إن هم يبلغوا تراس إن رجال الأعمال في بريطانيا بيرفضوا نية الحكومة لفرض ضرائب على الشركات، لأن ده هيتسبب في تخفيض الاستثمارات. المناقشات الجانبية ناقشت العجز الواضح في الصحة، العجز الواضح في جهاز الشرطة اللي احنا اتكلمنا عليه آخر مرة، الرواتب المتدنية، لكن تراس في مناقشاتها الجانبية وعدت بزيادة الرواتب. طيب الزيادة دي هتيجي منين؟ الكل بيفكر، لأن ده هيبقى عبء إضافي على الحكومة. يعني هيتم تدبير الموارد المالية. طب إذا نجحت تراس في إحداث الاستقرار في أسعار الطاقة وإبعاد جزء من المشاكل المعيشية للمواطنين هتبقى ناجحة. لكن لحد إمتى تراس هتسعى او بتسعى لمساعده اوكرانيا؟ ده معناه استمرار، دي النقطه المهمه احنا بيه. ايوه، ده معناه استمرار مع عمليه النجاح، لو في نجاح، والكل مستبعد عمليه النجاح على فكره. ان استمرار الحرب مع روسيا يبقى كده الاسعار هتظل في موجات ارتفاعيه مستمره. نعم، يبقى مستحيل ان تسيطر اي خطه من خطه المحافظين على نهايه المشكله الاقتصاديه مهما كانت قدره هذه الخطط. كان في ملاحظة بسيطة جدا عن الاجتماع. نعم، ان الملاحظة اللي انا لاحظتها شخصيا ان تراس اخترف ثلاث مناصب من المناصب السيادية الاول الكبيرة في بريطانيا، اللي هي المالية والخارجية والداخلية، من اصحاب البشرة السمراء، واصلهم من افريقيا. يعني في نقطة مهمة تمت مناقشتها برضو، الجنيه الاسترليني. يعني كل هذه المشاكل، الجنيه الاسترليني وصل لأدنى مستوى له من 40 سنة. وده في طيه بيحمل وجهين. الوجه الاول هيقلل من قدره البريطانيين على الشراء. هيشتروا ازاي؟ السفر للخارج. وده بيحد من قدره البريطانيين وبيحدث خنقه الشعب مش متعود عليها. الشق الثاني ده ممكن يعني بنزوله يساهم في زياده الصادرات، لكن الانخفاض المستمر للجنيه هيؤدي من جانب اخر لهبوط الواردات. نعم، ويرفع الاسعار ويزود معدلات التضخم. نعم، في مشكله ثانيه ذكرتها النهارده الفاينانشال تايم بوضوح، ان نعم، متوسط سعر الفاتوره، انت بتتكلم على الطاقه، متوسط سعر الفاتوره الكهرباء بزيادتها الحاليه في بريطانيا بتحتل اعلى مرتبه في الزياده على مستوى دول الاتحاد الاوروبي، لانها بتزيد عن كل فواتير الاتحاد الاوروبي في اي بلد بنسبه 30%. طيب لو الحكومة اتفقت مع شركات الطاقة على مدة تجميد معينة، هتكون فاتورة المنازل توصل قد ايه؟ هتوصل 2500 بدل 3500 في السنة. يعني اقل من 1000 جنيه في الزيادة اللي هي 80%. نعم. طب تراس بتفكر في ايه يا احمد؟ هتستلف 100 مليار جنيه استرليني من البنوك الكبرى في بريطانيا. تستلف 100 مليار جنيه استرليني. 100 مليار جنيه استرليني. ايوه. كدفعة أولى. عشان لان الخبراء هنا بيقولوا ان ال 100 مليار دي ممكن تزيد من 30 كمان ل 70 مليار اخرى. يعني ممكن حجم الاستدانه يصل ل 170 مليار جنيه استرليني. وحضرتك تذكر تماما ان احنا اتكلمنا عن الدين الداخلي البريطاني. نعم، 2.4 تريليون جنيه استرليني. فالخزانه يعني الخزانه هتضج من هذا الايه؟ من هذا بنتكلم 2 تريليون و400 مليار جنيه استرليني. ده الحجم الديني الحالي. الحالي قبل عمليات الاستدانه اللي ممكن تصل من 100 ل 170، لان هي هتستدين 100 مليار للطاقه وللمعيشه، وهي لما هتخفض الضرائب بدايل تخفيض الضرائب او المبالغ اللي كانت بتيجي من الضرائب او الاجزاء اللي هتتخفض هتتسدد من الفلوس اللي هتستدينها الحكومه. هتزود مرتبات ولا لا؟ هي بتقول هتزود مرتبات، بس الناس مش واثقه، واحنا لسه في النقطه اللي جايه. النقطه الجايه هنتكلم. الشارع بيقول عليها ايه والاعلام بيقول. انا لمملك الموضوع كله. اتفضل اتفضل.